مناسبة المعرض دي مهمة جدا. السنة اللي فاتت مصر احتفلت باحتفال رائع جدا في الأقصر بمرور 100 عام على اكتشاف كنوز الملك الطفل توت عنخ آمون الذي تولى العرش وهو عنده 10 سنوات. دور المعرض ده بيظهر حاجة مهمة جدا ما كانتش موجودة قبل كده، دور المصريين في اكتشاف هذا الاكتشاف العظيم. ان هوارد كارتر ما كانش شغال لوحده، اي عالم اثار بيحفر في اي مكان ما بيشتغلش بنفسه، بيجيب معاه مجموعه من رؤساء العمال اللي هم المصريين اللي هم بيقوموا بالدور الفعلي على الارض. بشكل عام فيش قصه تسلط الضوء اكتر على الدور المصري، الدور المصري الرائد في هذا الشغل. يعني كل المعارض العاديه بتركز على دور هوارد كارتر ودور لورد كارنارفون كان بيساعد هوارد كارتر، بس الغرض النهارده يعني عايزين نسلط الضوء اكتر على الدور المصري. اقصد بذلك الفريق كان بيشتغل كتف الكتف مع هوارد كارتر في وادي الملوك. And it's also important to say that archaeology is never just the story of one person. It is always a team effort. You need a lot of specialists. And on our exhibition we in particular try to focus on the contribution of the Egyptian team members because you know they have often been overlooked in the past but they played a really really crucial role. Nothing would have worked or happened without them. نتكلم النهارده على روح التعاون المشترك ما بين المصريين وما بين الاجانب بصفه عامه. لو كان نتكلم النهارده على الانجليز، احنا في 21 بعثه انجليزيه بتعمل في مصر من ضمن 250 بعثه اجنبيه، لكن الحقيقه كان في اشاده من سيادة السفير الإنجليزي بالتعاون المشترك وقد إيه المصريين ودورهم المهم جدا 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 في المساعدة مع البعثات الأجنبية. استغل الفرصة قدام الكاميرات دي وأعلن إن شاء الله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى هنعلن عن كشف مهم جدا في منطقة سقارة، بنتكلم على أكبر ورشة تحنيط للمومياوات الآدمية والمومياوات الحيوانية. إن شاء الله هنتكلم بتفاصيل يوم السبت إن شاء الله.